أنا متشكر جدا على الاستضافة. طبعا أنا يعني شايف كان في محاولات كتيرة قبل الإكسبو. الإكسبو هو أول محاولة يعني تبقى واقعية وطارقة، إن هي تبقى مستوى نأمل كلنا إن هو يتكرر كل سنة. شايف في استلهام كتير من التجربة بتاعت رايز أب، حاجة كلنا فخورين بيها إحنا الناس المشتغلين في صناعة الرياضة، يعني لأن إحنا كلنا كنا محتاجين حاجة زي كده. في إيجابيات وفي سلبيات كتير وفي مساحات كتير للتطور. كنسخة أولى أنا شايف تجربة ممتازة، أتمنى إن شاء الله إن النسخ اللي بعد كده نتعلم من اللي حصل المرة دي وترقى بقى لمستوى التوقعات إن هي تبقى حاجة أحسن من كده إن شاء الله. يعني والحقيقة يعني بخصوص تطوير صناعة الرياضة، أو لو هنتكلم بقى علشان المؤتمر يعني مركز أكتر على الكورة وصناعة الكورة، في اتجاهات عمودية كتير جوه الصناعة محتاجة تطوير. يعني يمكن الناس بتركز أكتر على الجانب أو الفيرتيكال التكنيكال أو الفني، لكن الكورة مش ملعب بس، الكورة في حاجات كتير قوي ورا الكواليس. يعني في سبلاي تشين، في ماركتينج، في سبونسرشيب، في كوميرشالز. لو انت هتقولي ايه الأولوية الملحة لو تم التعامل معها بشكل أكثر حكمة وأكثر احترافا هيبقى ليها مردود كبير على صناعة كرة القدم المصرية، هقول لك الجانب الكوميرشال. لأن أكبر عقبة وأكبر تحدي بيقابل الأندية دلوقتي هي مسألة الإيرادات، العجز اللي موجود في ميزان الإيرادات والمدفوعات بتاع الأندية عمل لها مشكلة كبيرة جدا، حتى على مستوى التطوير، تطوير أداء فني بقى، تطوير بنية تحتية، تطوير أي حاجة. فمشكلة جامدة للأسف الأندية لحد دلوقتي ما خدتش الخطوة إن هي تكون أقسام مسؤولة عن استغلال الأمثل للعلامة التجارية بتاعتها، وده حطتها في مأزق إن هي معتمدة على إن السبونسورشيب لحد دلوقتي معمول بشكل معين، والشكل المعين ده ما فيش احتياجات الانديه. فانا شايف ان دي الدايليما، ده عنق الزجاجه. الانديه قدرت ان هي تخرج منه، ان هي تكون عندها ديبارتمنت او اقسام متخصصه في الاستغلال الامثل او تنميه الموارد الاقتصاديه للانديه، ده هيبقى ليه مردود ايجابي كبير جدا على صناعه الكره المصريه. طيب هو انا لحد دلوقتي شايف ان الاستغلال من البيانات الاداء اللي احنا بنقدمها ما هوش الاستغلال الامثل، وده ليه شقين. شق يتعلق بالقناعة الفنية لدى المدربين، أو الاعتياد إن هو ما لقاش حد يقنعه إن ممكن أنا أبني قرار بشكل كبير على البيانات أو يبقى مدعوم بشكل كبير للبيانات. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن في قصور أو في نقص في وجود الكوادر القادرة إن هي تلعب الدور ده، القادر إن هو يساعد المدير الفني على إنه ياخد قرار مبني على إيفيدنس أو مبني على بيانات، يعني معطيات بيانية. وبالتالي الناس طول الوقت للأسف يعني على مستوى الكرة المصرية بتقصر الحتة بتاعة تحليل الأداء دي على تحليل أداء الفيديو. وتحليل أداء الفيديو هو طبعا ليه نطاق التطبيق بتاعه، بس هو برضو بيدينا صورة مجتزأة عن الأداء، ما هياش صورة كاملة. يعني لو احنا بنتكلم على الدوري الممتاز، الصعوبة ان الواحد بيبقى عنده أمنية ان الأدوات والإمكانيات اللي احنا بنقدمها تستغل استغلال الأمثل. ده مش حاصل زي ما لسه كنت بقول، علشان في نقص في الكوادر اللي قادر ان هي تعمل ده. احنا عندنا انيشيتيف، عندنا مبادره بنعملها، ان احنا بقالنا 5 سنين بنحاول ندي دورات تدريبيه في الاطار دوت علشان نساعد ناس من المشتغلين بمجالات تانية عندهم خلفيه ثقافيه مناسبه بيقدروا يتعاملوا مع البيانات، ان هم يخشوا مجال الكوره يفهموا كوره اكتر، يخشوا مجال الكوره فيقدروا يفيدوا المدربين. ده على صعيد الدوري الممتاز. الدرجات الادنى المشكله الكبيره اللي فيها واللي فعلا ممكن يبقى ليها مردود ايجابي كبير على الكره المصريه التسجيل. لحد دلوقتي في ثقافة منتشرة في الدرجات الأدنى إن تسجيل المباريات ده هيضر بيا، لأن أنا الناس هتشوفني، وده من غير تسجيل مباريات ومن غير تحليل أداء إحنا مش ممكن نفهم إحنا بنعمل إيه ومش ممكن نطور اللي إحنا بنعمله. وعلى صعيد آخر بقى في كمية مواهب كتيرة ما بتتشافش، لأن التداول في الآخر بتاع مادة الأداء دي هيكون من خلال إيه غير فيديو وبيان. لو ما فيش فيديو ما فيش بيان هيخرج. وبالتالي دي واحدة من التحديات الكبيرة جدا، إن اتحاد الكرة أو الرابطة بتاعت الأندية أو الجهة اللي تبقى مسؤولة عن تنظيم حاجة زي كده لازم بشكل أو بآخر تفرض على الأندية إن المنافسات المختلفة تتسجل، حتى المنافسات بتاعت القطاعات السنية، لأن ده هيساهم بشكل كبير في تطوير الأداء وتطوير الكرة المصرية.